الصورة المتداولة بالنسبة لموضوع اسكندرية والبنت، والصورة المتداولة يوسف اطلع لي بالصورة تاني لو سمحت، الصورة الشاب ده انه مش هو، دي صورة ملهوش علاقة بالقضية ولا الجريمة، ما يعني المتداول انه هذه الصورة ليست صورة القاتل، عشان بس حضرتك تبقوا عارفين هي صورة منشورة بشكل خطأ. مؤمن مساء الخير يا مؤمن. انت ايه علاقتك بالصورة دي يا مؤمن؟ دي صورتك ولا لا؟ صورتي يا استاذ. صورتك؟ صورتي. طب ايه اللي وداها عند البنت وان هي تبع انت اللي قتلت البنت وكده؟ والله ما اعرفش يا استاذ، انا قاعد في البيت. اخويا الصغير ده راح قايل لي صورتك نازله انت قاتل بنت ومش قاتل بنت. قلت له ازاي؟ رحت نازل الصبح، رحت رايح على اسم الدخيله. اخذوا اقوالي، مين اللي عمل فيك كده؟ مين الناس اللي منزلاك دي؟ حضرتك مؤمن حسين؟ مش انا، مفيش مؤمن حسين، اسمي مؤمن عثمان. انت اسمك مؤمن ايه؟ مؤمن عثمان. مؤمن عثمان مش مؤمن حسن. فانت يا مؤمن مالكش علاقه بالواقع خالص. ايه يا استاذ؟ ولا مالكش علاقه بالبنت، يعني انت ما قتلتش ولا؟ لا ماليش اي علاقه بالبنت. ولا تعرف البنت من قريب ولا من بعيد؟ ولا اعرف اي حاجه يا استاذ، انا ماشي في الشارع الناس عماله تقول لي هو اللي قتل البنت ومش قتل البنت. انا سبت الشغل يا استاذ، صاحب الشغل رفضني من الشغل. كمان؟ رفضك امتى؟ الصبح يا استاذ، لما النهارده بره. الصوره دي متداوله بقى لها قد ايه؟ يومين ولا ايه؟ حضرتك عارف الطقم اللي انا لابسه في الصوره ده؟ انا لابسه من 5 6 سنين حضرتك. 6 سنين؟ طب مين اللي ورطك يا مؤمن في الكارثه دي؟ ما اعرفش حضرتك، اسامي مجهوله على الفيس وعلى الصفحات اللي نزلت دي. بس انت الحمد لله بريء. لا الحمد لله يا استاذ، ما عملتش الحاجات دي. انا رحت الاسم ورحت الاسم سالوك مش كده؟ الاسم سالوك. إيه؟ الاسم سالوك مش كده؟ الاسم سالوني. والحمد لله انت بريء، مالكش علاقة بالبنت لا من قريب ولا من بعيد. لا استاذ. هو عيلتك عيلة كويسة وانت كويس وشاب كويس ومحترم. الحمد لله يا استاذ، والعجمة كلها عارفاني وبتحبني. كنت بتشتغل فين يا مؤمن؟ انا كنت بشتغل في المحل العسكري، محل تليفونات. ومشاك؟ مشاني من المحل. عشان صورتك اتنشرت؟ عشان صورتي اتنشرت كده وقالوا عليا فتاح وقاتل بنت صغيرة. لا ان شاء الله يثبت باذن الله وان انت تبقى بريء وترجع شغلك تاني باذن الله يا استاذ. شكرا يا مؤمن، وخلي بالك على نفسك.